السلام عليكم أعزائي من جديد، يعني الذين يشاهدون الفيديو لأني ليس لدي متابعين بعد لا على اليوتيوب. مهم، أرجو كل من شاهد هذا الفيديو فليقم بالاشتراك فقط لدعمي ولتحفيزي، فأنا مبتدئ في مجال اليوتيوب منكم يعني متابعتي، فأنا إن شاء الله سأضع دروس جميلة ويعني موثوق منها. كما ترون في الفيديو السابق قمت بوضع فيديو لكيفية الربح عن طريق اختصار روابط من موقع تيم ايرن، يعني من اراد ان يستفيد فليدخل الى قناتي، هذه هي قناتي، وليشاهد هذا الفيديو. لكن اليوم ساشرح لكم تطبيق رائع، يعني التطبيق هو في الاصل تطبيق لترجمة، يعني انك يعني تقوم بعمل ترانسليشن لكلمات من لغة إلى أخرى، ولكن هذا التطبيق في نفس الوقت هو تطبيق يعني هو تطبيق للربح، يعني هناك طريقة يمكنك أن تربح منه. يعني كي لا نطيل عليكم نذهب إلى الشرح مباشرة، يعني هذا هو التطبيق. التطبيق اسمه فليتو، تطبيق موجود على بلاي ستور، هذه تعليق جميلة يعني، وكما ترون تقييم 3.9. المهم هذا لا يهمنا، المهم هو كيف يعمل التطبيق. فالتطبيق كما قلت لكم هو في الأصل للترجمة، يعني عندما تفتحه سوف تظهر لك الواجهة. انتظر قليلا، هذه هي واجهة التطبيق، يعني يمكنك أن تترجم أي كلمة. مثلا تضغط انتر كما ترون، تانكس لنترجمها الى الصينية لنرى كيف تكون سبانيش، يعني اظن ان هاي الياباني رائع. المهم طريقة كيف تربح من هذا التطبيق، يعني هذا التطبيق تقوم أنت بترجمة كلمة، يعني هناك بعض الأعضاء تجدها هنا، يعني عندما يصبح لك متابعين فهو يعني تتابع أشخاص ويتابعونك، تضع هنا اللغات التي يمكنك أن يمكنك أن تترجم إليها. فعندما يصبح لك متابعين، عندما يضع أحدهم كلمة وأنت تقوم بترجمتها له فأنت تربح نقاط. وهناك أيضا ما يعرف بالإيفنت في هذا التطبيق، في الإيفنت عندما تضغط عليه هكذا سيعطيك ريكورد فويس، سيعطيك جملة كهذه. عندما يعطيك جملة كهذه كل ما عليك أن تقوم به أنت كأنت يعني إن سجلت هذه الجملة بطريقة صحيحة وأكد لك التطبيق ستحصل على 80 نقطة. إذن كيف تسجل؟ المهم يجب أن لا تتجاوز 20 ثانية، فكل ما عليك هو أن تضغط هنا وتسجل. مثلا يجب أن تمارس تأثيرا عالميا وأن تكون مدركا. المهم هذا لا يهم، أنا لست هنا لكي أقوم به، المهم سأشرح لكم طريقة. ويمكنك أيضا أن تقوم بتسجيل كلمات بالإنجليزية، يعني أنا جربت الإنجليزية والعربية ونجحت معي، يعني الآن لدي 560 نقطة. عندما تصل 1000 نقطة يمكنك سحبها كما ترون، 65 نقطة لا يمكنني أن أفعل بها شيء، يعني 1000 نقطة تعطيني 1 دولار باي بال أو بلاي ستور، و5000 تعطيني 5 دولارات، 10000 وهو من السهل جدا. فأنا جمعتها هذه في يعني ليست حتى نصف ساعة، يعني سجلت صوتي وأرسلت يعني التسجيل، أرسلت التسجيل كما أريتكم هنا إيفنت، يعني وانتظرت بضعة أيام ثم جاءني، يعني قد قمت أنا بإلغاء تثبيت التطبيق، يعني حذفته من الهاتف. لكن بعد أن مر أسبوع عدت ودخلت وثبت التطبيق ودخلت، فوجدت أن التطبيق قد أرسل لي 560 نقطة، يعني وعندما أكمل 1000 نقطة يمكنني تحويلها إلى رصيد باي بال.
هذا التطبيق هو موثوق جدا وله تقييم يعني، وهو مؤكد يعني أنت ستربح منه، سوف تربح مؤكد على ضمانتي. المهم هذا هو التطبيق يعني، بسيط جدا ورائع ومسلي أيضا، فأنت تقوم بتسجيل صوتك وتربح عليه يعني، شيء رائع. والتسجيل مدته أقل من 20 ثانية يعني، شيء رائع. أنا شخصيا أعجبني. إذا أعزائي، إن أعجبكم يعني شرحي اليوم، وإن أعجبكم هذا التطبيق يعني، أنا أقول لكم قوموا بتثبيت هذا التطبيق، سيفيدكم كثيرا يعني. المرجو منكم أن تقوموا ب سبسكرايب لقناتي، فكما ترون أنا ليس لدي إلا متابع واحد الآن، وإن شاء الله سنحقق الآلاف بإرادتي يعني بدعمكم ومشاركتكم. إذن شكرا على المتابعة، وأرجو منكم أن تجربوا يعني هذه الطرق التي أضعها هنا، فهي موثوقة 100%. شكرا، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.